واللي في خيالك ده تنساه خالص، عشان عمر الموضوع بيننا ما هيوصل لارتباط. خلاص. يعني ايه مش فاهم؟ يعني الجواز والحب والارتباط وكل الكلام ده تطلعه من دماغك خالص. انا ماليش في الحوارات دي يا رماح، وقلت لك الكلام ده مليون مره قبل كده. عشان خاطر عينيك ابيع الدنيا دي، معاك حسيت كأن العمر لسه بيبتدي. عشان انا بين ايديك بصالح دنيتي، بكيت قبلك كتير ومعاك بكيت من فرحتي. غبيه عشان طول الوقت عماله ادور على حاجه مهمه جدا بالنسبه لي في كل مكان، وهي اصلا موجوده جنبي. سنين هتفوت اوام، هيفضل حبنا مادام ايدي في ايديك يا حبيبي، ايه هيهمنا؟ سنين